الجيش الليبي يقصف أهدافا لميليشيات مصراتة في منطقة أبو قرين. متظاهرون عراقيون يقطعون عددا من الجسور الرئيسية بالناصرية. وفيات كورونا بالصين تتخطى 900 شخص، وبريطانيا تؤكد أن الفيروس يشكل تهديدا خطيرا. الحادية عشرة صباحاً، التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. قال الجيش الليبي إن سلاح الجو قصف أهدافاً متحركة لميليشيات مصراتة في منطقة أبو قرين، وأضاف في بيان أنه نفذ 3 غارات جوية دقيقة تسببت في تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لميليشيات مدينة مصراتة، والتي تحركت قبل أيام من وسط المدينة نحو مناطق زمزم والجفرة وأبو قرين، وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش الليبي عليها. تستأنف اليوم مفاوضات السلام السودانية في مسار دارفور، وقال المتحدث باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام محمد حسن التعيشي إن هناك إمكانية كبيرة للوصول إلى اتفاق سلام في المسارات المختلفة، مشيرا إلى أن المشاورات التي أجراها الوفد بالخرطوم مع الشركاء وقوى الحرية والتغيير أسفرت عن الاتفاق حول كل الموضوعات محل الخلاف في الجولة السابقة، مما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق كامل بمعظم الموضوعات. أغلق متظاهرون في مدينة الناصرية بالعراق عددا من الجسور الرئيسية فضلا عن تقاطع بهو وسط المدينة في إطار التصعيد الاحتجاجي دعما للإضراب العام. وأوضح مصدر أمني أن المتظاهرين أقدموا على قطع جسور الزيتون والنصر والحضارات بالإطارات المحترقة. ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 908 أشخاص بعد إعلان لجنة الصحة في إقليم هوبي أن عدد الوفيات في الإقليم زاد ب 91 حالة وفاة. وقالت لجنة الصحة في الصين أنه تم اكتشاف 2618 حالة أخرى في هوبي بؤرة تفشي كورونا، ليتخطى إجمالي عدد حالات الإصابة حاجز 40,000. هذا وخرج 3281 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات بعد تعافيهم حسب ما أعلنت السلطات الصحية الصينية. أعلنت السلطات البريطانية عن اتخاذ إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة البريطانية أنه تم تخصيص مستشفيين لعزل المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة. أعلن رئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس أن بلاده لن ترجئ خططها للتنقيب عن الغاز على الرغم من محاولات تركيا إجبار بلاده على وقف أنشطتها عن طريق إجراء عمليات تنقيب عن الغاز في المياه القبرصية. وقال أنستسيادس أن وقف التنقيب نتيجة الضغوط التركية سيكون بمثابة تنازل قبرص عن حقوقها السيادية. الأسبوع الماضي أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة فرانسيس فانون دعم واشنطن لحق قبرص في تطوير مواردها. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن بلاده ليست ضد عودة سفيرها إلى كييف وكذلك عودة السفير الأوكراني إلى موسكو. وقال لافروف في مقابلة صحفية إن بلاده لا تعارض ما نقل من تقارير صحفية حول استعداد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول عودة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، مشيرا إلى أن البلدين مرتبطتان بشكل كبير في مجالات عدة.
ألغيت مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في شمال غرب أوروبا بسبب العاصفة سيارا في بريطانيا. أبقيت حالة الإنذار والتي ضربتها العاصفة مسببة فيضانات في شمال البلاد، بينما حذر مكتب الأرصاد الجوية من رياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج. هذا ونصحت السلطات في فرنسا السكان بتجنب الساحل بسبب احتمال اشتداد العاصفة. أما في ألمانيا فقد علقت رحلات القطارات على الخطوط الأساسية. ختام هذا الموجز الإخباري، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.